إذن أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه المنافسة النهائية. منافسة قوية. فهد الخالدي يلعبها جميلة. إذن الهجمة الأخيرة وفي هذا الدوري والمنافسة النهائية في نادي الحي. المنافسة اليوم حامية، المنافسة على الأصول. الفريق المباراة النهائية، الفريق مستعد، قوة في حماس في تقدم. يا سلام يا سلام يا سلام، الحماس على شدة. حلو حلو. ايوه فريق سلمان، ألف مبروك. عندما نرى هذه المباراة تذكرنا بمباراة خطيرة جدا وعريقة من التاريخ. فحقيقة عندما نرى الإبداع، نرى التميز، نرى التألق اللي قاعد يصير فيها المباراة. إذا مشاهدينا الكرام، بهذه المناسبة السعيدة وبمناسبة نهاية هذه البطولة، نأخذ رأي قائد هذه المسيرة المباركة، قائد نادي الحي، فليتفضل مشكورا. أنا صراحة كنت سعيد. شكراً شكراً. أنا يعني صراحةً تعجبني هذه اللعبة اللي هي التنس الطاولة، وأنا أيام صغري كنت شغوف بتنس الطاولة كثيراً، كنت أمارسها دائماً مع زملائي وأصحابي. والآن أنا سعيد جداً برؤية أبناء الحي هذا السعيد وهم يمارسون لعبة تنس الطاولة، ومستقبلاً راح نجيب تنس طاولة كبير بإذن الله، والأيام بيننا بإذن الله. يتفضل معالي مدير نادي الحي بتسليم الكأس، والف مبروك. مبارك مبارك لهذا الفريق الإنجاز العظيم، ويستحق. الفريق الثاني يكفكف دموع الفرح بفوزه بالمركز الثاني. فهد الخالدي قائد الفريق يتفضل باستلام هذا الكأس، والف مبارك للفريق. الله يعطيهم الصحة والعافية، يستاهلون. وبهذه المناسبة كلمة مع قائد الفريق. طبعا أنا أول شيء أعتذر، وهذه الكلمة راح أقولها مختصرة وصريحة جدا، أن احنا ما نستحق الفوز، والفريق الثاني هو اللي يستحق الفوز لأن احنا غشينا. وأعطونا حق المركز الثاني الكأس. ما هذا؟ الله يعطيهم الصحة والعافية، الجميع فاز حقيقة، الجميع فاز بهذه المنافسة السعيدة. شكرا سلمان، شكرا زياد، شكرا فيصل، شكرا فهد، شكرا لقائد هذا النادي الجميل والرائع. وأخيرا كلمة مع ابن راعي هذه المنافسات الأستاذ عبد الله الضبيعي، فليتفضل مشكورا. لكن الحمد لله فشل انقلاب تركيا وعاد الأردن.